أجاب أنا في سؤال برنامجي واضح بخصوص القطاع التعليمي، وأتذكر هذا جيدا في 2018 لأن قطاع التعليم يعني قطاع تخيل يعرف ريعا وفسادا كبيرا ويحتاج إلى إصلاح عميق وشامل. هذه أحد عناصر السيد الوزير أكد عليه ويتحمل المسؤولية في ذلك. جاء إلى مجموعة من المؤسسات من أجل الكشف ومن أجل الوصول إلى الحقيقة. الجميع يعترف بهذا، أنا ما نخدم كي مؤسسات لم تكون بهذا. نحن دورنا هنا تداولي، نحن نمثل الساكنة، نصل بصوتنا ولكن نحترم الجميع. الدورة العادية للشهر يونيو 2019 مرت في أجواء عادية يطبعها الإجماع في كل شيء، كانت مناقشة مسؤولة وجادة، تم التصويت على مجمع على جميع الاتفاقيات بالإجماع، كانت اتفاقية ذات طابع اجتماعي، كانت اتفاقية ذات طابع تنموي صناعي، تمت المصادقة عليها. مجلس عمل فاس كعادته حاضر في جميع أوجه التنمية بمدينة فاس، قطاع التعليم كان حاضر، قطاع الصحة كان حاضر، كذلك يعني كان عرض مهم ديال قطاعين مهمين وخاصة حول الماء السبو، حول الإجراءات المتخذة لحماية مدينة فاس من الفيضانات. أبرم اتفاقية بشراكة مع مجموعة من المتدخلين المحليين كالجهة وكمجلس المدينة وكالوكالة، فتدخل مجلس عمله بمساهمة قدرها 5.5 مليون درهم. سنناقش مع الأطراف كيفية أداء هذه المبالغ، وبالتالي نعتبر هذه الدورة ناجحة بكل المقاييس، وشكرا.